لكم حلقة جديدة من برنامج السادسة، حلقة جديدة وأسبوع جديد ومرحلة جديدة. الحقيقة النادي الأهلي بيقفل مرحلة أفريقيا في الوقت الحالي، وبنفكر في مرحلة الدوري. عايزين نرجع نستعيد نغمة الانتصارات في الدوري. بنتكلم طبعا على الاستعداد لمباراة بكرة، مباراة طلائع الجيش. النادي الأهلي قدر أنه هو يريح يومين وبعدين رجع للتدريبات امبارح والنهارده كمان كان في تدريب. خلال الحلقه هنعرف طبعا تفاصيل كتير عن التدريب من مراسلينا وايه اللي حصل بالظبط في تدريبات النادي الاهلي النهارده. مباراه طلائع الجيش بكره مباراه الحقيقه مهمه جدا، والتلات نقط غاليه جدا عند كل اهلاوي. كل حد من النادي الاهلي عايز طبعا من جماهير النادي الاهلي الفريق يرجع لمكانه الطبيعي وان هو يتصدر جدول الترتيب من جديد. ثلاث نقط غاليه لكذا سبب. بكره مباراه مهمه، عايزين نرجع تاني نستعيد زي ما قلت نغمه الانتصارات. فريق طلائع الجيش فريق مهم وفريق قوي، يمكن حاليا مش بيمر بافضل فتراته. يعني طلائع الجيش دلوقتي معاه 12 نقطه من 13 مباراه، مش ده اللي متعود عليه، مش ده اللي لعبته متعود عليه. ولكن يبقى طلائع الجيش فريق كبير، قدر ان هو الموسم اللي فات يخرج بيراميدز والزمالك من كاس مصر، وارهق النادي الاهلي الحقيقه في المباراه الاخيره لكاس مصر. يعني بنتكلم ان دي كانت اخر مواجهه بيننا وبين فريق طلائع الجيش. الحقيقه كانت مباراة قوية انتهت في الآخر بفوز النادي الأهلي بركلات الترجيح. وطبعا قدرنا ان احنا وقتها نكمل الثلاثية، دوري محلي، دوري أبطال أفريقيا، وكاس مصر. كل ده بيخلينا نبص للمباراة دي بشكل مختلف. انت عايز تكسب مباراة بكرة، عايز تكسب كمان. احنا بإذن الله لما نكسب مؤجلاتنا نرجع نبقى في أول ترتيب الدوري. كل نقطة الفترة اللي جاية مهمة قوي، خصوصا قبل فترة التوقف الدولي. انت عايز تدخل على فترة التوقف الدولي دي وانت مرتاح، وانت واخد النقاط الكاملة، لانه انت هترجع. احنا عندنا جدول من المباريات مزدحم جدا جدا جدا، ويمكن كل الاهلاويه بتتكلم على جدول النادي الاهلي الفترة اللي جاية، سواء في افريقيا او في الدوري. كله بيتكلم انه خلاص كل يومين تقريبا مباراة، ولكن النادي الاهلي بإذن الله قدها وقدود. مهمة قوي ان احنا نشوف الفترة اللي جاية، وعلشان كده كان كابتن الخطيب بيجتمع مع اللعيبه وكان بيتكلم معاهم على اهميه المرحله اللي جايه، واهميه ان كل لاعب يكون على اتم استعداد، لان الحقيقه بزحمه جدول المباريات دي يعني هيبقى في روتيشن كبير جدا. هيبقى ما فيش لاعب اعتقد ان هو مش هياخد فرصه ان هو ينزل مباراه من مباريات النادي الاهلي. والحقيقه انه ده مهم جدا، لانه اللي بيطمنا في الفترة الحالية عودة المصابين. أنا شايفة أنه الفترة دي الحمد لله لما بنتكلم على أن طاهر محمد طاهر جاهز إن شاء الله من بكرة أنه هو يكون في مباراة طلائع الجيش، ده حاجة يعني خبر مفرح لكل جماهير النادي الأهلي. ناصر ماهر طبعا بيقترب، علي معلول كمان بيقترب. كل دي حاجات مهمة جدا في الفترة اللي جاية، لأنه زي ما بقول تقريبا اغلب اللعيبه هتشارك في المباريات دي. وعلشان كده موسيماني كان بيتكلم مع اللعيبه انه كل واحد هينزل مباراه حتى لو كان مده اللعب 5 دقائق لازم يكون على اتم استعداد. وبعد فتره ان شاء الله يرجع لنا الحاوي اللي دايما بيقلب اي ماتش بينزله. طبعا وليد سليمان دايما قادر ان هو يغير النتيجه، دايما قادر ان هو يحسم لك اي مباراه، حتى لو لعب 5 دقائق لعب ربع ساعه ليه تأثير كبير قوي في المباريات. والحقيقة افتقدناه الفترة اللي فاتت، ما افتقدناهوش مع الفريق في كأس العالم للأندية، لأنه الحقيقة كان دايما موجود ودايما داعم لكل زمايله، ولكن بنفتقده طبعا في مباريات النادي الأهلي. فالحقيقة عودة المصابين واقتراب عودة ناصر ماهر وطبعا علي معلول الحقيقة بيفرق معنا جدا وجوده ده، بيطمنا واحنا داخلين على مرحلة مهمة، عشان زي ما بقول ازدحام جدول المباريات. كلنا ثقة في فريق النادي الأهلي، وكلنا ثقة انه خلاص الفرقة اتعودت على فكرة تلاحم المباريات، وانه في طبعا يعني ضغط كبير قوي. يعني عارفة ضغط كبير قوي على اللعيبة على الجهاز الفني، ولكن هو ده قدر الفرق الكبيرة. يعني ده طبيعي جدا مع نادي بحجم وقيمة النادي الأهلي اللي هو بطل أفريقيا. بقول انه فريق طلائع الجيش بكرة الحقيقة كل اللعيبة هيبقى عندها الدافع الكبير ان هم يرجعوا يستعيدوا هم كمان يعني شكل كويس للفريق، خصوصا عشان زي ما بقول يعني بعد 12 نقطه بس من 13 جوله الفريق عايز يظهر بشكل كويس، واي فريق قدام النادي الاهلي مجهوده بيبقى مضاعف. علشان كده طبعا عاملين كويس جدا حساب المباراه دي، وطبعا كل اللعيبه هتظهر باذن الله بشكل كويس قوي، وان الثلاث نقط دول غاليين قوي، مهمه قوي ثلاث نقط بكره. عايزه اتكلم في نقطه مهمه قبل ما نبدا حلقتنا واخبارنا. انا عارفه ان جمهور النادي الاهلي واعي،
عارفة إن جمهور النادي الأهلي ذكي، جمهور النادي الأهلي مش بيضحك عليه. ولكن في الفترة الحالية الحقيقة في ناس طول الوقت، وده مش بس في الفترة الحالية، يعني ده بقى له فترة كبيرة، ولكن دلوقتي بيحصل أكتر، وده من قبل يمكن السفر لكأس العالم. في ناس بتحاول طول الوقت إن هي بتحاول تصدر إن في مشاكل في النادي الأهلي، تصدر صورة إن في عدم استقرار في النادي الأهلي. في ناس تعبها قوي إن النادي الأهلي حقق ثلاثية، حقق أفريقيا، وحقق دوري محلي، وحقق طبعا كأس عالم الأندية، برونزية كأس عالم الأندية وكأس مصر طبعا، ولسه إن شاء الله عندنا السوبر إفريقي والسوبر محلي. فده يعني في ناس طول الوقت قاعدة عينيها على النادي الأهلي. فبدأنا طبعا من ساعة وليد سليمان تسمع كلام من قبل السفر لكأس العالم، تسمع كلام انه ده موسيماني متضايق من وليد سليمان، وليد سليمان زعلان جدا ومش هيسافر مع الفريق، وان ايه موسيماني هو اللي مش عايزه يسافر مع الفريق، وكلام كتير زي ده ملوش اي اساس من الصحه. وشفنا وليد سليمان ازاي كان موجود مع اللعيبه، كان واقف مبسوط بالفوز بالبرونزيه، كان واقف بيدعم وولتر بواليا في التدريبات ويقول له انت هتبقى مهاجم قوي وانت اصلا مهاجم قوي. يعني فاكرين قد ايه هو كان داعم قوي للعيبه جدا، وكلنا فاكرين كلام مستر بيتسو موسيماني عليه لما بيتكلم على انه انا يا ريتني كنت جيت مصر بدري عن كده علشان الحق كمان وليد سليمان وهو اصغر من كده شويه، وانه قد ايه هو بيوصفه قال كلمه عليه حلوه قوي ان هو لعيب كلاسيكي. يعني دايما في المؤتمرات الصحفيه كان بيقول الناس اسالوني اكتر عن وليد سليمان، خلوني اتكلم عن وليد سليمان، انه من قد ايه الحقيقه جماهير النادي الاهلي وليد سليمان عندها ده في حته تانية خالص خالص، غير يعني طبعا كل اللعيب عند جماهير النادي الاهلي وليد سليمان بقى ليه قدره يعني في النادي الاهلي وحاسم دايما في المباريات. فالناس دايما بتحاول ان هي ايه يعني تطلع ان تصدر ان في مشاكل للنادي الاهلي. ده دخلنا على موضوع مين؟ كهربا والمريخ وهيتوقف ومشاكل ومش مشاكل، وطبعا ردنا على الكلام بتاع الدفاتر القديمه خلاص ما احبش اتكلم فيه تاني، وخلاص بقى احنا بنتكلم على انه هيبقى في مشكله مع كهربا والمشاكل ومش المشاكل. طلعوا المسؤولين في المريخ السوداني طبعا نادي كبير واشقاء، نفوا الكلام ده تماما وقالوا مفيش اي شكوى حصلت، وقالوا انه يعني ضايقتني الكلمه دي انه بعض الاعلاميين المصريين بيهولوا المواضيع. يعني الكلام ده يجي من اشقائنا السودانيين يتقال علينا، يعني مش حلوه في صورتنا تدخل على مواضيع تانية بعدها على طول. في مشاكل في النادي الأهلي دلوقتي، كهربا هيتم إعارته، لا ده في مدير فني جديد للنادي الأهلي. أي كلام لمجرد أنك تصدر صورة أن في عدم استقرار، وأنك توقف القطر بتاع النادي الأهلي، قطر الانتصارات، قطر الإنجازات، أي كلام بيتقال. أنا عارفة أنه الفريق والجهاز الفني خلاص اتعود على ده ومش بيسمع لده ومش بيشوف ده، ولكن يهمني جدا اني اطمن حضراتكم، يهمني جدا اني اطمن جماهير النادي الاهلي، يهمني قوي انه زي ما بتكلم في انه جمهور الاهلي مثقف وواعي وذكي، لا يعني اقول برضو انه مفيش اي اساس من الصحه للكلام ده ابدا، مفيش الكلام ده مش صحه خالص. حتى الكلام اللي بيتقال الاهلي جاب مهاجم، يعني اي حاجه بتحصل في النادي الاهلي احنا بنعلن عنها رسميا، النادي ومجلس الاداره، ويبقى في كلام رسمي بنعرف جماهير النادي الاهلي بكل حاجه، بس اي كلام في الوقت ده هو مجرد تشتيت، تشتيت للعيبه، تشتيت كل لاعب بيفكر طب انا جايبين مهاجم وانا بلعب ليه؟ يعني كل ده تشتيت للعيبه وللجماهير اللي الحقيقه يهمها قوي استقرار الفريق في المرحله اللي جايه دي، لانه بعد التحقيق، بعد تحقيق الانجازات دي كلها ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر وثالث كاس عالم للانديه وطبعا دوري محلي، انت بتتكلم في انه جمهور النادي الاهلي على قد ما هو مبسوط وبيحتفل، على قد ما اللي جاي بالنسبه له اهم بكتير، سوبر افريقي وسوبر محلي وكمان الدوري، كل ده مهم جدا بالنسبه لنا ومهم جدا لجماهير النادي الاهلي. فانا بطمن حضراتكم انه ما تسمعوش للكلام ده، وانا عارفه ان حضراتكم يعني واعيين جدا وفاهمين جدا وفي منتهى الذكاء انكم تبقوا عارفين ان كل ده محاولات لهدم استقرار